لحفظ ماء وجوه المواطنين ولكسر طغيان البيروقراطية المقيتة، حكومة إقليم كردستان بكابينتها التاسعة جعلت حلم القضاء على الطوابير الطويلة ممكناً عقب اهتمامها برقمنة خدماتها المقدمة للمواطنين. خطوات تفصل إقليم كردستان لحوكمة جميع خدماته إلكترونياً مواكباً بذلك التطور العالمي. وخلال وقت تنافسي قريب يستطيع المواطن أن ينجز كافة معاملاته من منزله ومن خلال هاتفه. يجري عمل كبير هنا ضمن دائرة تكنولوجيا المعلومات التابعة لرئاسة وزراء إقليم كردستان ضمن جدران محصنة ضد الانفجارات والزلازل. يحتفظ هذا المقر بخوادم حكومة إقليم كردستان ومعلومات المواطنين المخزنة. استحبتنا مديرة أعمال الدومين الخاص بحكومة إقليم كردستان KRD ريفان بزاز في جولة داخل المقر. عندنا المركز البيانات الموحد لحكومة إقليم كردستان اللي فيها كل معلومات وأنظمة الأنظمة الخدمية مخزونة هنا بشكل آمن وفعال ومتاح دائما. هاي الأنظمة الناس ممكن تتعامل وياها دايركتلي، بس في كثير من الأنظمة اللي هي خاصة بين تعاملات الحكومة بينها وبين بعض. بالنهاية المواطن راح يشوف تأثيرها لما أنت ترتب التعامل بين المؤسسات الحكومية، المواطن راح يشوف تأثيرها بس ما راح يتعامل معها بشكل مباشر. والدومين هو عنوان إلكتروني فريد مختص بشيء واحد فقط، والإنجاز هنا أصبح لحكومة إقليم كردستان دومينا خاصا بها أسوة بحكومات دول العالم. KRD عند دخولك إلى موقع الحكومة عبر دومينه الخاص ستجد مشروع حسابي، وهو أبرز الخدمات الإلكترونية المقدمة ضمن مبادرة للشمول المالي من خلال التحول الرقمي. ويخدم هذا المشروع أكثر من 500,000 مواطن كردي. عندنا النطاق الرئيسي لإقليم كردستان ولكردستان اللي هو التوب ليفل دومين لكردستان هو .krd، وأيضا نفذنا جزء كبير جدا من المشاريع البنى التحتية اللي من خلالها نقدر نرتب طريقة التعامل بين المؤسسات الحكومية داخلها وبين تعامل المؤسسات الحكومية للموظفين وللمواطنين. بالنهاية في السابق كان تسجيل الشركات والكيانات التجارية يأخذ وقتاً روتينياً يمتد لثلاثة أشهر، لكن الآن ومن خلال بوابة معنية في هذا المجال أصبح إنجاز الأمر خلال ساعات فقط. نظام إدارة جداول الرواتب، ففي السابق كان موظفو دوائر الحسابات في الوزارات يجلسون أياما وساعات لتنظيم جداول الرواتب. الآن أصبح الأمر متاحا من خلال ضغطات على أزرار الماوس فقط، والعديد من الخدمات المقدمة إلكترونيا بعدد وصل إلى 26 نظاما مكتملا وقيد الإطلاق.
كل موظفين الحكومة من خلال تسجيل البيومتري صار عندهم رقم محدد معرف تاب خاص بهم لا يقبل التكرار، أو إذا أنت من خلال أكو مجموعة من الخدمات من خلال وأنت تروح تسجل هاي الخدمات مثل إجازة السوق راح تحصل على UPN من غير ما أنت تروح تراجع مخصوص لهذا الشيء. فما لمسته هنا، فرض الإقليم نفسه بأسرع دوائر حكومية في عموم محافظات العراق الاتحادي بعيداً عن الروتين والبيروقراطية.